صوت العرب من القاهرة. إن أشيا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. منها اللي ساب إنذار: لا تفتح هذا الباب، الموت يرفرف بجناحيه على من يعكر صفو الملك. تحرك أبا الهولي، هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر. ومنها اللي حكى عن روعة الحب ولوعته: ساعدها أروع من الذهب، أناملها أزهار اللوتس، نبيلة المظهر عندما تمشي على الأرض. ما هذا السر؟ العلم به ذنب والجهل به ذنب أكبر. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول. يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فبات مثوى سيد الآلهة. نقش حجر يفك طلاسمة مهاب ممدوح، هندسة إذاعية محمود صبري، يخرجه إلى النور سعدي حسين. هو فرعون من مصر القديمة ومؤسس الأسرة 18. قتلت عائلته في سبيل الدفاع عن مصر وتولى الحكم في سن صغير. طور جيشه وأسلحته، قهر الأعداء وطردهم، وحرر وطنه وأعاد بناءه من جديد. امتد حكمه إلى ما يقرب من ربع قرن. سمي بمولود القمر، أو كما نطلق عليه الملك أحمس قاهر الهكسوس ومؤسس الدولة الحديثة. أهلا بكم مستمعينا الكرام ونقش حجر. ننقش الحجر اليوم لنتعرف عن إحدى الشخصيات الهامة في تاريخ مصر الفرعونية، وهو الملك أحمس. نتحدث عنه بالتفصيل مع الأستاذة مروة محي الدين المرشدة السياحية، والحديث عن تاريخه وتاريخ أسرته الكبير. أستاذة مروة، بنرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مروة. أهلا بك. أحمس وهذا القائد العسكري الكبير، وكما أطلق عليه مؤسس الدولة الحديثة وبداية أسرة من الأسر الفرعونية الكبيرة، الأسرة 18، رغم أن في إشكاليات كبيرة أو تتكلم عن أنه هو أصلا امتداد للأسرة 17. يعني نعرف الأول الإشكالية دي جت منين؟ هو طبعا الملك أحمس ابن الملك سكننرع والأخ الصغير للملك كاموس. مفروض كان الأسرة 17 كانت بتحكم مصر، تحكم طيبة أو الأقصر اللي احنا دلوقتي بنعرفها باسم الأقصر الجنوب مصر، في نفس الوقت اللي كان الهكسوس محتلين شمال مصر. يعني الهكسوس ما كانوش محتلين مصر بشكل كامل، لا، محتلوا بس شمال مصر اللي هو الدلتا والقاهرة، وكل ده كان تحت حكم الهكسوس. لكن الجزء بتاع الجنوب غاروا على بعض المدن اللي هي ممكن نقول قريبة من الأقصر زي أسيوط والمدن التانية، في البداية احتلوها، وبعد كده الملوك قدروا يتصدوا لهم ويخرجوهم، وبقت مملكة الجنوب مع الوقت. يعني شوية الهكسوس افتكروا ان هي تحت ايديهم وانتم سايبين لكم كده الوضع. اتقال ان بعض الملوك المصريين من الأسرة 17 حاولوا يعملوا هدنة مع الهكسوس، واحنا بنحكم وانتوا بتحكموا. فكان الأسرة 17 عدد ملوكها 43 ملك كانوا بيحكموا، اللي هم اخر ملوكها الملك سقننرع، وبعد كده جه ابنه كاموس حكم،
بعد كده لما أحمس حكم بعدها قدر يقهر الهكسوس. أحمس ده ابن سقن رع. ابن سقن رع. طب ليه ما خليناش أحمس امتداد للأسرة السبعتاشر رغم أنه ابن لسقن رع؟ وإحنا دايما بنقول أن الأسر بتبدأ لما بتبدأ أسرة جديدة بنسل جديد. دلوقتي المؤرخ المصري مانيتون حب يخلي أحمس بداية أسرة جديدة بما إن هو قهر الهكسوس ونهض بمصر بعد اللي شافته في الحرب، وابتدى يبني المعابد وعمل قوة اقتصادية كبيرة لمصر وابتدى يحميها ويكبر المملكة. المؤرخ مانيتون شاف إن ده عصر جديد لمصر من فترة أحمس، فعشان كده خلاه هو مؤسس الأسرة 18 هو وباقي النسل بتاعه. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول، يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. لو حبينا بس الأول نعرف الناس مين هما الهكسوس، لأن في أقوال متضاربة والناس ما تعرفش غير الاسم بس، لكن ما تعرفش فين الأصول للجماعة اللي احتلوا مصر فترة طويلة. دلوقتي الهكسوس اتقال بعض الآراء ان هم مجموعة من البرابرة، قبائل اتجمعت في آسيا، كانوا عايشين القبائل دي في مدن كتير، حصل ان فيه جماعات اقوى منهم احتلوا المدن، فهم تجمعوا مع بعض في آسيا وحبوا يعملوا مملكة جديدة لنفسهم، فدخلوا على مصر، دخلوا على شمال مصر. كانت يعني هم اصولهم اسيوية ولا بربرية؟ لان نعرف ان الاصول البربرية متعلقة بأوروبا أكتر في الفترة القديمة، يعني هم هتقلق أن هم من أسيا، أغلب الجماعات دي جماعات جات من أسيا. بيسموهم المصريين القدماء على نقش الأحجار زمان سموهم حكاخسوت. حكاخسوت دي كانت جملة بتتقال على الأجانب عموما، يعني كان سنوهي في قصته ذكر أنه عاش برا مصر في فترة، قال أنا عايش وسط حكاخسوت. نفس الوقت لما الهكسوس جم احتلونا فالمصريين أطلقوا عليهم حكاخسوت اللي هم القبائل الأجنبية. أغلب الآراء تجمعت وقالت إن هم جم من آسيا. لما دخلوا مصر كان في الفترة دي مصر بتعاني من طاعون، غير إن حكام مصر في الفترة دي برضو كانوا ضعاف. كان إحنا عندنا الأسرة 13 وال 14 اللي حكموا مصر كانوا بنسميهم من أصول كنعانية، كانوا شوية ضعاف مع الطاعون، فكان في ضعف في الدولة المصرية. فجت القبائل الأجنبية دي أغارت على شمال مصر و قدروا يحتلوها بسهولة لضعف المصريين الكنعانيين دول من أصول كنعانية، لضعف الكنعانيين وضعف المصريين نفسهم اللي هما كانوا بيعانوا من أثار الطاعون. قدروا الهكسوس يحتلوا مصر وأسسوا زي ما بنسميهم الأسرة، أو زي ما المؤرخ المصري مانيتون قسمهم، عمل إن هما الأسرة الخمستاشر. ما حكموا مصر لحوالي 100 سنة الأسرة بتاعتهم. في نفس الفترة دي كانت الأسرة الستاشر بتحكم في مصر في الجنوب، بقى زي ما اتفقنا بالضبط كده، بس كان في مناوشات ما بينهم دايما هما والهكسوس. فلغاية ما جينا بداية الأسرة السبعتاشر قدروا يعملوا هدنة مع الهكسوس، ان احنا هنحكم هنا وانتوا هتحكموا هناك ونوقف الحرب. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فذاك مثوى سيد الآلهة. نقش حجر، نقش حجر. عندما اتفق الجانب المصري مع الهكسوس على الحكم السلمي كان ذلك معاصر لحكام الأسرة السابعة عشر، وعدد ملوكها 43 ملكا، ومن أشهرهم الملك صاحب أقدم مومياء في المتحف الملك سقن رع، ومن بعده أبنائه الملك كاموس والملك أحمس. مروة، يمكن زي ما بتقولي حصل هدنة سلمية، يعني ايه هدنة سلمية ما بين حكام في الشمال وحكام في الجنوب ومحتلين يعني نصف مصر؟ حصل هدنة ما بين المصريين والهكسوس، وكان من شروط الهدنة دي ان المصريين يدفعوا جزية، ووافق المصريين على دفع الجزية دي عشان كان الطاعون مجتاح البلاد كلها.
من ناحية تانية المصريين القدماء قدروا ينهضوا باقتصاد البلد عن طريق التجارة الخارجية، وساعتها كمان قدروا يدفعوا جزية بسهولة، وكان فكرة ان هما يعملوا هدنة مع الهكسوس ده علشان ياخدوا وقت اطول ويقدروا يقوي جيوش ويجمعوا مدن اكتر تحت لواء الحكم المصري، علشان في الاخر يقدروا يجمعوا جيش قوي يحاربوا به المحتل. فالهدنة دي استمرت لبعض الوقت لغاية بقى ما الملوك الهكسوس حابوا يعملوا مناوشات أخرى على الملوك المصريين عشان يقولوا لا ده احنا اللي محتلين، كنتوا بتدفعوا جزية واحنا محتلين، بيفكروهم يعني ان هم مازالوا هم المحتل وهم المسيطرين وهم الحكام. بالضبط، كان في بعض الوقت زي الملك سقن نراع وتقريبا ملوك تانية توقفوا عن دفع الجزية، لا احنا خلاص احنا ابتدينا نحس ان احنا اقوى واحنا مش هندفع لكم جزيه. طبعا ده مضايق ملوك الهكسوس وعايزين لا انتوا لسه تحت حكمنا وان احنا سايبينكم بمزاجنا. كان في الوقت ده اخر ملوك الهكسوس ابتدى يبقى عندهم ضعف شويه، ابتدوا يضعفوا غير الاول، والمصريين طبعا عارفين ده وصل لهم ان هم ابتدوا يضعفوا، والمصريين لا احنا دي ارضنا من الاول واحنا هنحكم، احنا لازم نرجع نحكم تاني. ده احنا لسه في الاسره 17 كل ده احنا بنتكلم في عصر الملك سقن نراع وقبله على طول يعني. في الفتره دي النقش الحجر اللي عندنا قال ملك الهكسوس اللي هو كنا بنسميه ابو فيس او ابيبي، بعت رسول للملك سقن نراع يقول له عشان بس عشان يبين سيطرته عليه، عندك افراس النهر في طيبه صوتها عالي وده عاملة ضوضاء للملك أبو فيس في الشمال في الشرقية نقدر نقول ده جر شكل يعني اللي هو وكمان فرس النهر في بعض الكلام بيتقال ان هو رمز للإله سات إله الشر عند المصري القديم، او في بعض الكلام بيتقال ان هو برضو إله العواصف. لما جم الهكسوس عملوا ان هم اكبر إله عندهم هو إله ساتخ اللي هو إله العواصف إله الرئيسي الرسمي، فشافوا ان بعض صفاته تشبه الإله المصري سات اللي هو إله الشر، ابتدوا يبنوا له معابد وابتدوا يبنوا له معبد في العاصمه اواريس اللي هي عاصمه الهكسوس جنب القصر بتاع الملك، وبقى هو ده المعبود الرسمي للهكسوس. فطبعا ده كانت حاجه بتضايق جدا المصريين اللي هم كان في الفتره دي المعبود الرسمي امون او امون رع، فبتقول له ان افراس النهر ده رمز للاله ساتخ او ست، فمبدئيا هي عامله ضوضاء فسكت الضوضاء، بس في راي تاني بيقول لا انتوا بتصدوها فما تصدوهاش عشان هي رمز للاله بتاعنا. استفزاز يعني. بالظبط كده استفزاز. فالرسول ده برسالته للملك سقن نراع كان مضايقه من كذا ناحية. الملك سقن نراع ابتدى يقوي جيشه عشان يقدر يحارب الهكسوس بعد كده، فهم عايزين يوصلوا له بطريقة غير مباشرة ان احنا وصلنا اللي الرسالة بتاعتك وصلتنا انك انت بتحاول تجهز بالجيش فبعت يتلكك له على اي حاجة تانية. فاللي اتقال في نقش الحجر ان الملك سقن نراع حاول يمتص غضب الرسول لان هو عارف ان هو ده بدبلوماسية بقى وتعامل الحاكم الدبلوماسي مع الامور دي. بالظبط كده. لان هو كان لسه مصر بتعاني من بعض اثار الطاعون وهو عايز يكون اقوى فمش عايز يدخل الحرب دلوقتي، لسه ما كانش جاهز فكان بيحاول يهدي شويه. بس بعد رساله الرسول الاستفزازيه حس ان هو لا لازم نتحرك دلوقتي، احنا خلاص هنحارب يعني. فابتدى حرب الملك سقن نراع. احنا مش عارفين بالظبط كل المعارك بتاعته، بس احنا عارفين ان هو توفى في الحرب ضد الهكسوس، واخبرتنا الموميا بده عن طريق البلطة اللي قناها مضروب بيها في الراس، غير ان هو كان جسمه في حالة تشنج والموميا كانت في حالة صعبة جدا، لان هو عرفنا ان هو كمان اتحنط في ارض المعركة، حاولوا يحنطوه تحنيط مبدئي في ارض المعركة وبعد كده اتنقل للعاصمة بتاعته في طيبة عشان يتحنط مرة اخرى، فكان حصل تلف للموميا. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول، يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد، شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. بعد وفاة الملك سقن نراع تولى ابنه كاموس حكم البلاد، وهو الفرعون الأخير في الأسرة 17، وابن الملكة إياح حطب، والشقيق الأكبر للملك أحمس مؤسس الأسرة 18.
بعد وفاة الملك ثوتمن رع تولى ابنه الكبير الملك كاموس الحكم. ابتدى يحارب الهكسوس لمدة 3 سنين. كانت ساعتها الحرب لسه مستمرة يعني، والده توفى في المعركة فهو تولى الحكم بعديها مباشرة والحرب مازالت مستمرة. بالضبط كده، نقدر نقول ثوتمن رع والملوك اللي معاه قدروا يعملوا أرض صلبة لكاموس يحارب عليها. الرسول اللي بعته الملك أبو فيس لثوتمن رع كان بيوضح في كلامه أن ثوتمن رع تحت ولاية الهكسوس، فده طبعا عشان يقلل من شأن المصريين. لكن الحروب اللي ابتداها ثوتمن رع وكملها كاموس قدرت تحط المصريين القدماء في مكانة تانية، وابتدى الهكسوس يقتنعوا ان هم دولة مستقلة بتساويهم في القوة، مش جماعة متمردين يعني. بالضبط. تمام. وكان الملوك الهكسوس بيخافوا منهم وخلاص، طب احنا هنسكت شوية، وان احنا كمان ابتدوا يدوا للمصريين امتيازات في عهد كاموس، ان انتوا تقدروا تاخدوا المشاريع بتاعتكم وترعوها في الدلتا، لان الدلتا فيها ممكن بعض الاراضي محتاجينها. عايزين تروحوا مثلا تعملوا تجارة في البحر المتوسط، ممكن تعادوا من ارضنا بسلام. ممكن يعني احنا هنسمح بقى شروط هدنة واتفاقيات زي ما تكون ما بين الدول. بالضبط. فدي كلها كانت برضو معمولة في نقش حجر اتعمل في عهد الملك كاموس، وفي برديات برضو وجدناها. تمام. اللي حصل ان الملك كاموس انا كنت بحارب ولا انا لسه عايز اكمل حرب اللي ابتداها والدي وحرر مصر كلها من المحتل اللي جاي يحكم نص ارضنا، وان هو حتى في اللوحة الحجرية اللي معروفة باسم قرنفون الاولى قال الملك كاموس ان انا مش قادر اروح ازور معبد الاله بتاح جدي الكبير اللي موجود في مدينة منف، وده الاحتلال الهكسوس للاراضي المصرية اللي موجودة في الطريق. بس لازم عشان اروح لمنف اعدي لازم اخد اللي هو الاذن بتاعهم بتاع الهكسوس، وليا برضو ارض تاني موجودة في النوبة، كان حاكم تاني بيحكمها في النوبة، فانا مملكتي مقسومة نصين وانا قاعد في النص، طب انا فين؟ فكان بيتكلم مع مجلس الحرب بتاعه. يعني انا مملكتي متقسمة، مجلس الحرب بتاع كاموس ما كانش عايز يحارب، احنا قاعدين في هدنة ومش عايزين ندخل في حرب تاني عشان كان بقى لهم بعض السنوات بيحاربوا. فكاموس اعترض على ده وقال لا انا هحارب، وفضل يقوي في جيشه اكتر ويجمع مدن من مصر، يجمع الامراء بتوعهم ويقول ادخل تحت العباءة المصرية ان احنا نخرج الهكسوس. وهو نتحد ده. يعني تحت راية واحدة. بالضبط، نتحد. وهو قدر يزود الرقعة المصرية او رقعة تحت الحكم المصري، فطرد جزء اكبر منهم. وبعد كده ان هو كان وفاة كاموس بعد معركة من المعارك، في حد من أمصار الهكسوس قتلوا بعد معركة منها بعد ما استمر حكمه. بعض المؤرخين قالوا 3 سنوات، وفي مؤرخين تاني قالوا لا ان هو 5 سنوات. وانا اعتبر هذه يعني فترة انتقالية ما بين الأسرة 17 وما بين بداية الأسرة 18 بأخوه الأصغر أحمس. بالضبط. توج أحمس ملكا على مصر عند بلوغه 10، وقامت والدته بحثه على التدرب على القتال مع المحاربين القدامى. وعندما بلغ 19 قام بعض من رجاله بالتقاط رسالة مبعوثة من ملك الهكسوس إلى ملوك النوبة يحثونهم بالزحف على طيبة، مما أدى إلى قيام أحمس بالهجوم على الهكسوس وهزمهم في عدة معارك، وقام بإنشاء عدة هجمات خارجية عليهم في أراضيهم الأصلية. الملك أحمس لما تولى في سن الصغيرة كان بيتدرب على القتال، وكانت والدته بتساعده على العرش لغاية ما ابتدى بلغ 19 وابتدى يحارب الهكسوس. كان خد خبرة قدر يطردهم برا مصر طبعا بالمساعدة والدته ومساعدة الحروب اللي عملها أخوه قبل كده، فقدر يعمل هم كانوا ما زالوا في حالة حرب والمعركة ما زالت مستمرة. نفس الكلام زي ما ثوتمن رع توفى في الحرب برضو كاموس توفى في الحرب. بالضبط كده. فقدر أحمس يطردهم، وكمان أحمس كان عمل بعض التطورات في الجيش المصري وفي العجلات الحربية اللي هو دخلت مصر عن طريق الهكسوس، أحمس قدر يطورها وقدر يحاربهم بيها عشان تبقى أسرع منهم وكده. فالتطور اللي عمله أحمس في الجيش وأن هو طرد الهكسوس من عاصمتهم وفضل وراهم لغاية ما خرجهم خالص برا مصر وبرا حدودها من آسيا، برا حدود مصر كمان من آسيا. يعني هو طردهم كمان خارج الحدود. بالضبط، طردهم عشان يأمن حدود مصر يعني من كل الجوانب. وكان فضل بقى أسرته ماشية على النهج ده لغاية ما كبرت رقعة مصر.
بعد طرد أحمس للهكسوس من مصر تحول بعدها إلى جنوب مصر، فقد 3 حملات كبيرة متوالية استهدف فيها بلاد النوبة لتأديب أميرها الذي تعاون مع الهكسوس عليه. بعدها أصبحت الحضارة المصرية القديمة تحت حكم ملوك طيبة المصريين. الملك أحمس في حروبه ضد الهكسوس اتقال ان هو راح لمدينة شاروهان في جنوب غزة وحاصرها 3 سنين لغاية ما قدر ينتصر على أعدائه فيها ويطرد الهكسوس. وبعد كده كمان راح أحمس لبلاد فينيقيا حارب هناك. بعد ما راح بلاد فينيقيا كان عارف من الأول ان طبعا بلاد النوبة لسه تحت حكم ملك أجنبي بعيد عنه، فراح هناك النوبة وقدر يحارب هناك عشان يطمن على حدود مصر. اتقال ان هو مملكة أحمس وصلت لغاية الشلال الثاني في الجنوب. وبعد كده قدر أحمس يعمل تأسيس للإمبراطورية المصرية من جديد. طبعا المعارك بتاعت أحمس كانت مكتوبة على جدران المقابر وفي أحجار وبرديات كتير، لكن حاجات منها كتير فقدت. عرفناها احنا بقى ازاي؟ عرفناها عن طريق مقبرتين الاتنين من القادة للملك أحمس. واحد منهم هو أحمس ابن أبانة، قائد أحمس ابن أبانة ده من أهم الشخصيات اللي كانت موجودة في عهد الملك أحمس الأول، أحد قادة الجيش بتوعه بالضبط كده. وعنده ألقاب كتير جدا منها رئيس بحارة الفرعون، رئيس بحارة الملك الوجه القبلي والبحري، كان حاجب الملك. من كل الألقاب بتاعته إن هو كان الرجل الثاني لأحمس. وكمان القائد أحمس ابن أبانة اتقال على جدران مقبرته التفاصيل العسكرية اللي حملت الملك أحمس ضد الهكسوس، وقال قد إيه إن الأمر ده كان محتاج حملات عسكرية وإن هما كمان يبنوا حصون عشان يبعدوا الهكسوس ويطردوهم من مصر. وقالوا إن الكلام ده حصل في العام الرابع من عهد الملك أحمس، وفي رأي تاني قال إن هو في العام 15، بس إحنا بنشين مع مقبرة القائد أحمس بن أبانة. في بعض النقوش بتقول إن هم كانوا يحملوا العديد من الأيادي المتقطعة للأسرة، تفسير إن إحنا كان الملك أحمس كان حصل على أسرة كتير. وبعد كده طبعا الملك أحمس عشان القائد أحمس ساعده إداله نقطة شجاعة ذهبي في 3 مناسبات منفصلة. عندنا كمان قائد تاني اسمه أحمس ابن نخبت، هو بطل من أبطال الجندية، وتقال إن هو اتولد في نهاية الأسرة 17 وفضل عايش لغاية عهد الملك تحتمس الثالث. ده برضو لقينا مقبرته في الكاب، وحكى عن مصاحبته للملك أحمس ضد بلاد جاهي اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم فينيقيا، وفضلوا يتتبعوا الهكسوس لغاية ما قدروا يطردوهم برا مصر. وكمان اتكلم على حروب الملك أحمس على النوبة. فمن خلال مقبرتين لقائدين أحمس ابن أبانة وأحمس ابن نخبت عرفنا تفاصيل الحروب اللي قادها الملك أحمس ضد الهكسوس. الهكسوس زي ما كان ليهم سلبيات في المجتمع المصري كمان كان ليهم بعض الإيجابيات. مش عايزين ننسى أن الهكسوس قعدوا في مصر 100 سنة. لما الهكسوس دخلوا مصر دخلوا بعاداتهم وثقافتهم ودياناتهم ولغتهم، فنعرف أن هم دخلوا اللغات السامية لمصر. كمان عرفوا مصر على بعض الآلات الموسيقية الجديدة، وابتكروا وسائل جديدة في صهر البرونز وصناعة الفخار، غير المحاصيل الزراعية اللي ما كانتش معروفة قبل وجودهم في مصر. من الأساليب الحربية اللي دخلوها لمصر وإحنا عارفينها كويس العجلات الحربية اللي بتجرها الخيول والأقواس والفؤوس والسيوف المنحنية والخناجر. وكمان عرفونا بالنبال، النبال دي اللي جه الملك أحمس وغير في تركيبها وزود فيها قطعة حديد على السهم بتاعها عشان يقدر يحارب بيها الهكسوس. يعني هم دخلوا حاجة بس إحنا طورناها وقدرنا نحاربهم بيها.
كمان عن منع المصريين لاختلاط دمهم مع دم الهكسوس، ان لو حد من شعب الهكسوس حب يتجوز فتاة مصرية وراح يتقدم لها، فبعد زيارة العريس المرتقب بيزور كاهن مصري والد العروس، وبيهدد والد العروس انه لو قبل يتجوز بنته للرجل الاجنبي، ودي معناها مقاطعة جميع المصريين ليه. والكهنة كانوا بيعملوا كده لمحاولة عدم اختلاط الدم المصري بدم الشعوب الأجنبية ليه. في نقش من الحجر معروف باسم لوحة عام 400، دي اللوحة دي اتوجدت في صن الحجر بالشرقية، اتكتبت في عهد الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني حب يخلد زيارة والده وجده للمكان ده لما كانوا هما قادة في الجيش قبل ما يحكموا مصر. ايه اللي كتب على اللوحة دي؟ اتكتب ان عبادة الاله سات في المنطقة دي بقالها 400 سنة. طيب ايه علاقة عبادة الاله سات؟ الاله سات المصريين كانوا شايفينه اله الشر. طيب ازاي اله الشر هيحكم؟ زي ما قلنا لما الهكسوس دخلوا مصر كانوا بيعبدوا اله اسمه سوتخ، اللي هم قلنا عليه كمان بيسموه اوقات حدد، ده كان اله العواصف، وربطوا بينه وبين الاله سات، فنشروا عبادته في الشرقية، او زي ما احنا بنقول اللي احنا المكان اللي مسمينه دلوقتي صن الحجر. فعشان كده الملك رمسيس الثاني حب يقرخ كل الكلام ده على لوحة 400. ناقشنا معكم مستمعينا الكرام حجر أحمس، وفككنا طلاسمه بصحبة مروة محي الدين المرشدة السياحية. انقش يا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. منها اللي ساب انذار: لا تفتح هذا الباب، الموت يرفرف بجناحيه على من يعكر صفو الملك. تحرك أبا الهولي، هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر. ومنها اللي حكى عن روعة الحب ولوعته: ساعدها أروع من الذهب، أناملها أزهار لوتس، نبيلة المظهر عندما تمشي على الأرض. ما هذا السر؟ العلم به ذنب، والجهل به ذنب أكبر. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول. يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فذاك مثوى سيد الآلهة. نقش حجر، نقش حجر يفك طلاسمة مهاب ممدوح، هندسة إذاعية محمود صبري، يخرجه إلى النور سعدي حسين.